اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايف زوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن سؤال اتسالته من احد المتابعين، بيقول هل ينفع ان انا ادرب الكلب بتاعي جميع الاوامر ولا ما ينفعش؟ اجابه السؤال بالمختصر هو مش هينفع طبعا ان انت تدرب الكلب بتاعك جميع الاوامر. طيب ايه السبب في ان هو مش هينفع يتدرب جميع الاوامر؟ انت دلوقتي في بعض اوامر سهل جدا ان كل الكلاب تتعلمها، زي امر سيت وستي وداون، الحاجات اللي هي الاساسيه اللي انت ممكن تعلمها للكلب. لكن في بعض قدرات خاصة بتختلف من كلب لكلب، ودي بتبقى حاجة اسمها فروق فردية، اللي هي من خلالها بيقدر مثلا رجال الجيش ان هما يحددوا الكلب ده وظيفته هتكون ايه في الجيش، الكلب ده وظيفته هيبقى حراسة، الكلب ده هيكون بحث عن المتفجرات، الكلب ده هيكون بحث عن جثث. كل كلب هيكون له اختصاصاته، دي بتبقى حسب الفروق الفردية اللي بيحددها طبيعة الكلب وشخصيته. لو كان اي كلب يقدر ان هو يتدرب جميع الاوامر، اكيد كان الجيش هيستغل الجزئيه دي، وكان هيجيب اي نوع من اي كلب وهيبدا ان هو يدربه على كل الاوامر مره واحده، ويبدا ان يعلم الكلب ان هو يعمل كل حاجه. وده طبعا من الاشياء اللي صعبه جدا والمستحيله ان يكون كلب بينفذ كل الاشياء اللي ممكن. اختلاف الفصائل من فصيلة لفصيلة في الكلاب بتلاقي برضو فيها اختلافات في الوظائف، في كلاب للصيد، في كلاب للحراسة، في كلاب للبحث. الحاجات دي برضو بسبب اختلاف الفصائل بيكون في أدوار وفي وظائف، لكن مش معنى كده ان فصيلة واحدة مش هتقدر ان انت تطلع منها برضو وظائف، لا، في لكن بيبقى في حاجات بعيدة جدا عن بعضها. يعني مش هينفع ان انت مثلا تجيب كلب حراسة يبقى كلب صيد، ده هيكون صعب. هنقول مثلا كمثال فصيلة الجيرمان شيبرد، ممكن تلاقي فيها صفات كتير مختلفة. هما بيحسبوا ازاي ان كلب الجيرمان، نوعية الجيرمان من النوعيات الحراسة، هي بتتقاس بنسبة كام في المية من الكلاب ليها القدرة الكويسة جدا على الحراسة، فلما بيلاقوا النسبة كبيرة فبيبقى الفصيلة دي هي بتتميز بالحراسة. لكن مش معنى كده ان كل فصيلة الجيرمان شيبرد، انت اما هتجيب الفصيلة دي، اما تجيب كلب مثلا جيرمان شيبرد هيكون مميز جدا عندك في الحراسة، لا مش شرط. انت ممكن تجيب الكلب يكون في طباعه هو مش بيحب الحراسة، ازاي يعني؟ ممكن تحطه في البيت وتلاقي اي حد غريب يخش عادي، بس لو حيوان دخل البيت هيبدأ ينبح ويهاجم ويحاول ان هو يهاجم الحيوان ده، هو عنده غريزة ان هو بيكره الحيوانات. لكن مع البني ادمين هو اجتماعي جدا، وفي تلاقي كلب برضو العكس، هو مع البني ادمين شرس جدا ومع الحيوانات طباعه مختلفة جدا. دي بتكون حاجات فروق فردية واختلاف في الطباع. علشان كده بتلاقي الكلب لما بتيجي تدربه بعض الاوامر بتلاقيه هو في بعض حاجات هو ما بيقدرش ان هو يعملها، قدراته الجسمانية او قدراته الذهنية ما بتأهلهوش ان هو يقدر ينفذ الاوامر دي. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.